مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيها تتابعون: قائد اللواء 23 في العبر يقول للصحوة نت: عززنا النقاط العسكرية ونسير دوريات ومراكز مراقبة سرية لحماية المسافرين. ميليشيا الحوثي في شبوة تدمر منازل مواطنين ردا على هزائمها. صحيفة عربية تقول إن الجوع يدفع اليمنيين إلى الانتحار وبيع مصادر دخلهم. موسيقي حاصل على جائزة نوبل للأدب متهم بسرقة خطاب التكريم من كتاب مدرسي. تواصلا للمآسي اليومية التي يشهدها طريق الوديعة مأرب، عنوان موقع مصدر أونلاين: مصرع ضابط رفيع وزعيم قبلي بحوادث مرورية على الطريق الرابط بين منفذ الوديعة ومأرب. قال الموقع: لقي ضابط رفيع في القوات الحكومية اليمنية وزعيم قبلي مصرعهما في حادثي مرور منفصلين على الطريق الرابط بين منفذ الوديعة على الحدود اليمنية السعودية ومدينة مأرب. وقالت مصادر مختلفة للمصدر أونلاين إن مدير عام العلاقات العامة والتشريفات في وزارة الدفاع العميد أحمد هزاع الحيدري لقي حتفه إثر انقلاب سيارته على الطريق السريع الذي يعد الوجهة نحو المملكة العربية السعودية. يتابع الموقع: سبق أن شهد الطريق حوادث مرورية مروعة راح فيها قتلى وجرحى، فضلا عن انتشار قطاع الطرق على الطريق رغم كونه نافذة اليمن الوحيدة نحو المملكة العربية السعودية التي يعمل فيها قرابة 3 ملايين يمني. تعود أسباب تلك الحوادث لازدحام الطريق بسيارات المسافرين والشاحنات الناقلة للبضائع على مدار الأسبوع، فيما فاقمت الحفريات في الطريق من تصاعد الحوادث المرورية دون أن تتحرك السلطات لإصلاح الطريق. موقع الصحوانت يعلق على ذات الموضوع: اللواء الموساي يؤكد بأنه اتخذ إجراءات حاسمة لتأمين طريق العبر مأرب. يقول الموقع إن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء الدكتور أحمد الموساي تفقد النقاط الأمنية على الخط الدولي من مدينة مأرب حتى العبر بمحافظة حضرموت، واطلع على مستوى تنفيذ خطة التأمين للطريق المتفق عليها بين رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب والمنطقة العسكرية الأولى في سيئون حضرموت. يقول الوكيل إن إجراءات حاسمة وقوية اتخذت لتأمين الطريق الدولي الوديعة العبر صافر الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب لمنع أي أعمال تقطعات للمسافرين. من جانبه أوضح قائد اللواء 23 العميد سمير شرف الحكيمي أن اللواء وضع خطة لتأمين الطريق تتضمن تعزيز النقاط العسكرية الثابتة وتسيير دوريات بينها إلى جانب نقاط ومراكز مراقبة متحركة وسرية، فضلا عن شمولية الخطة عمليات الإسعاف للمصابين. رحلة مضنية من صنعاء إلى تعز توثقها إحدى الكاتبات لدى موقع يمن مونيتور، وقد دونت شكواها من نقاط المسلحين التي تملأ الطريق، وقالت افتخار عبده: مذ خرجنا من صنعاء مع سائق يبدو مبتدئا ونحن نقابل نقاط تفتيش كثيرة. كان السائق يقوم بإعطاء مبلغ من النقود لكل نقطة، وكنت أود بل أتمنى أن أعرف المبلغ الذي يعطيه السائق، لا لشيء ولكن لأعرف هل السائق يستفيد بذهابه وإيابه من صنعاء وإليها، أم أن الفائدة التي يحصل عليها تأخذها نقاط التفتيش وينتهي الأمر، خصوصا مع كثرتها. دارت أفكار غريبة في رأسي وتساؤلات كثيرة: تراه يخاف منهم إلى هذه الدرجة؟ لماذا لم يرفض حتى لمرة واحدة أن يدفع أو يتجاوز نقطة واحدة دون دفع؟ أما الذي حيرني أكثر هو جرأتهم التي لم أعهدها على الأخذ والتفتيش دون احترام للنساء اللاتي قد غفونا من شدة التعب. ليس العجيب هنا، وإنما في الكلام الموجه للسائق المليء بالتضجر والعلو والشك الكبير في السائق والراكبين معه. تفاجأت كثيرا حينما قابلنا أحدهم يريد أخذ البطائق،
أنا أجزم أنه لا يجيد القراءة. تحسس البطائق وردها بعد أخذ المبلغ. كان ذلك يضايقني كثيراً والراكبين، فما بالكم بالسائق المتعب؟ وقتها اعتدت على المرور على نقاط كثيرة والوقوف أمام كل نقطة لفترة وجيزة، حيث أن المسافة بين نقطة وأخرى كبيرة نوعاً ما. لكن عند دخولنا مدينة تعز، المدينة الحالمة، تغير الوضع. كانت النقاط كثيرة للغاية، تكاد تفصل بين النقطة والأخرى أمتار قليلة. ثم إن أسلوبهم قاس للغاية، كثرت الأسئلة وكثر أخذ البطائق وفتح السيارة والتفتيش فيها دون حرج أو احترام أو رادع يصدهم. ولا أدري هل السائق يعطيهم مبالغ مضاعفة عند وصوله الحالمة؟ هذا ما كنت أود أن أعرف. تصدر الاقتتال اليومي الذي تشهده محافظة ذمار خلال شهر رمضان العديد من مواقع الأخبار، حيث عنون موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية بعنوان ورد أيضا في عدة مواقع بصيغ أخرى: رمضان في ذمار اليمنية قتلى وجرحى بمشادة كلامية. قال الموقع: ازدادت حدة الانفلات الأمني في محافظة ذمار جنوبية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحدوث اشتباكات بأسلحة نارية راح ضحيتها قتلى وجرحى. وقال مراسل يمن مونيتور في ذمار: إن شخصا قتل مساء الأربعاء بشارع صنعاء تعز في مدينة ذمار، وأصيب آخر على خلفية مشادة كلامية وصلت لاستخدام الأسلحة النارية بسبب الزحام في الشارع الرئيس للمدينة وانعدام وجود الأمن أو رجال المرور. يضيف المراسل: الأسبوع الماضي قتل 3 أشخاص وسط ذمار على خلفية مشادة كلامية مع المسلحين الحوثيين تحولت إلى مواجهة مسلحة، كما لقي 2 آخران مصرعهما في حادث سير بشارع رداع لعدم تنظيم الطريق الرابط بين المدينة والبلدة. وقتل سائق حافلة من منطقة عنس على يد مسلحين يتبعون مصلحة الضرائب بنقيل سمارة، والسبب إطلاق رصاص بصورة عشوائية. ميدانيا قال موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني في عنوان بارز: الميليشيات الانقلابية ترد على هزائمها في شبوة بهدم منازل المواطنين. قال الموقع: الميليشيات الانقلابية أقدمت على تفجير منزل أحد المواطنين في مدينة بيحان منطقة مفقه، ما أدى إلى تدمير المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة بشكل كبير. وتأتي سياسة تدمير المنازل التي اتبعتها الميليشيات منذ الواهلة الأولى لانقلابها على الشرعية ضد خصومها السياسيين بهدف تغيير ديموغرافي من خلال نزوح سكان بعض المناطق إلى مناطق أخرى لا تقع تحت سيطرة الميليشيات، ولترهيب المجتمعات الرافضة للانقلاب والمشروع الطائفي في اليمن. حكايات الثعابين في اليمن تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفاً: يمكن البدء هنا بما يمكن الاختتام به. الحوثي لم يولد من فراغ، هو خطأ وخطيئة اليمنيين بكل مكوناتهم السياسية وانتماءاتهم المذهبية وتنميطاتهم الاجتماعية والثقافية. كلمة السر في فهم حركة صعود الحوثي ليست النصر الإلهي الذي يردده الحوثيون، لأنهم وإن زعموا أنهم أنصار الله فإنها دعوة من الدعاوى والشعارات الكثيرة المزيفة التي رفعوها، وفي مقدمتها شعارهم الإيراني: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. كلمة السر في فهم تقدم الحوثيين في مسارهم العسكري من صعدة شمالا إلى عدن جنوبا تكمن في لفظة واحدة هي المكايدة. المكايدة السياسية والمذهبية والقبلية هي التي أعطت الحوثي فرصته الذهبية للتقدم حتى بسط سيطرته على اليمن كلها مع نهاية 2014، وعودة إلى الوراء في 2004 أعلن عن تأسيس تنظيم الشباب المؤمن في محافظة صعدة، دعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمبلغ شهري كان يصرف لدعم أنشطة التنظيم الثقافية والدينية، حسب حديث لأمينه العام السابق محمد عزان الذي عزل فيما بعد لإتاحة الفرصة لحسين الحوثي. كان هدف صالح من زراعة التنظيم هناك أن يضيف مكونا سياسيا ودينيا من المكونات الموجودة من إصلاح وسلفيين ليتسنى لصالح ممارسة لعبته المفضلة في الرقص على رؤوس الثعابين.
كانت محاضرات حسين الحوثي تعج بعبارات طائفية، وكانت تمتلئ بالعبارات التي تقدح في رموز المسلمين، وكانت النار الطائفية تلتهب رويدا رويدا على وقع تفريغ محاضراته وكتابتها وتوزيعها على الناس في صعدة وبعض مناطق صنعاء لغرض فتح الباب للاحتقان الطائفي الذي كان مطلوبا له أن يزداد إلى القدر الذي تحلو معه رقصة الثعابين دون أن تلتفت هذه الثعابين لتلدغ الراقصين. مشاهدينا، إلى المشاهد نت والذي عنوان في صفحته الرئيسية بعنوان عن رمضان الذي ينعش سوق الطاقة الشمسية في اليمن بعد أشهر من الركود. يقول الموقع: انتعشت تجارة الطاقة الشمسية في صنعاء منذ بداية مايو، وحتى الآن بعد أن لاقت ركودا خلال الأشهر الماضية، ويعزو تجار الطاقة الشمسية هذا الانتعاش لشهر رمضان، حيث يحتاج الناس الكهرباء بشكل ملح أكثر من بقية الأشهر. يقول أحد التجار للألواح الشمسية: أصبحت الطاقة الشمسية متوفرة في أغلب المنازل اليمنية كبديل عن الكهرباء التي انقطعت بشكل كلي منذ شهر إبريل 2015، في حين يختلف معه المهندس محمد سليمان فيما يخص مسألة الاكتفاء، محملا انقطاع الرواتب الحكومية منذ 9 أشهر السبب في عدم إقبال الناس على الطاقة الشمسية كما كان خلال السنتين الماضيتين. في فقرتنا قصة وصورة نطالع ما جاء في موقع ارفع صوتك، والذي نشر صورة لمحمد الشرعبي وهو الشاب الذي يبيع سمبوسة وباقية في صنعاء، ويقول لموقع ارفع صوتك: أبيع السمبوسة والباقية منذ أول يوم من شهر رمضان الجاري هنا في شارع هائل، أتميز عن الآخرين بأن زوجتي هي من تعدها في البيت وأنا أخرج لبيعها. يضيف الشاب: طعمها بالتأكيد أفضل كونها معدة في المنزل وليس في الشارع. قبل رمضان كنت أعمل في كافيتيريا تابعة لمدرسة خاصة، ورمضان فرصة لبيع هذه الأشياء. وقبل أن نتوجه معكم إلى قراءة الصحافة العربية فاصل، فابقوا معنا. مرحبا مجددا. إلى تحقيق نشرته صحيفة القدس العربي والذي ينقل المعاناة التي وصل إليها اليمنيون، وتعنون الصحيفة: في أحد أسوأ الأزمات الغذائية في العالم، الجوع يدفع اليمنيين إلى الانتحار. تقول الصحيفة: يعصف الجوع باليمنيين في محافظات عديدة ما دفع بعضهم إلى الانتحار، ولعل المعاناة الإنسانية الأبرز تتجلى في مدريات الساحل الغربي لليمن، حيث باع السكان مواشيهم من أجل توفير لقمة العيش. يضيف الكاتب كاتب التحقيق ومستندا إلى شهود: مطلع الشهر الجاري انتحرت إحدى الأمهات مع طفلتيها إثر تناولهن السم في مدرية السدة شرق محافظة إب بسبب تردي وضعهن المعيشي، حيث عز على الأم أن تمد يدها طلبا للمساعدة. وقال مصطفى الزيادي وهو ناشط في الإغاثة المحلية في المحافظة: إن الأم التي أشار لها باسم مريم 40 عام انتحرت مع طفلتيها إيمان البالغة من العمر 12 عاما وأريش 9 أعوام في قرية بيت العميسي. قبل هذا الحادث بأسبوع واحد انتحر ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية بصنعاء إثر تدهور وضعه المعيشي جراء توقف صرف راتبه منذ 8 أشهر كأحد تداعيات الحرب الدائرة منذ أن سيطر مسلح الحوثي وصالح على صنعاء في عام 2014. وقال جيران: إن العقيد الركن صالح محمد الصباري أطلق على نفسه النار ليفارق الحياة بعدها على الفور. صحيفة العرب الجديد تقول: أرباح الاتصالات في اليمن ارتفعت رغم الحرب والصراع على الشركات. وتضيف:
حققت شركة يمن موبايل للهاتف المحمول الحكومية أرباحا كبيرة خلال عام 2016 رغم الحرب التي ضربت أغلب القطاعات الاقتصادية ودفعتها للإفلاس أو تسجيل خسائر كبيرة. وكشفت الشركة أنها حققت ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 20% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه في ظل ارتفاع أعداد المشتركين. وتأسست يمن موبايل في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل تتبع وزارة الاتصالات، وأشهرت رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37% للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات، 17.9% من المئة لصناديق معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد، و23.54% للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين. قطاع الاتصالات كان قد شهد مؤخرا صراعا بين الحكومة وسلطات الحوثيين التي تسيطر على نحو نصف محافظات اليمن، منها صنعاء العاصمة التي تضم أغلب المؤسسات الرسمية. ومصادر في مصلحة الضرائب في صنعاء قالت للعربي الجديد إن الحوثيين صادروا ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي 2014 و2015 تقدر بنحو 100 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي يشهد فيه البيت العربي المزيد من التشققات والتصدعات. تسعى الأمم الأخرى إلى مزيد من الاندماج والتوحد في مناح مختلفة. في المقال التالي تناولت الكاتبة إليزابيث برو في مقالها المنشور على صحيفة فورين بوليسي محاولة ألمانيا صناعة قوة أوروبية مشتركة تكمل ما تقوم به قوات حلف الناتو، وقد نشرته مترجما صحيفة الحياة اللندنية. الفيدراليون في بروكسل يرون أن حاجة أوروبا تكمن في قوة دفاع مشتركة حيوية، بينما ترفض لندن وغيرها هذه الفكرة بذريعة أن قوة كهذه تنافس الناتو. ولكن اليوم ووراء الأبواب المغلقة خطت ألمانيا وتشيك ورومانيا خطوة راديكالية نحو ما يشبه جيشا أوروبيا. فهذه الدول أعلنت دمج قواتها المسلحة، ولا شك في أن الجيش الروماني لن ينضم كله إلى الجيش الألماني، ولن تصير القوات المسلحة التشيكية وحدة ألمانية. ولكن في الأشهر المقبلة ستلتحق الكتيبة الرومانية 81 الآلية بكتيبة الرد السريع الألمانية، شأن الكتيبة التشيكية الرابعة للانتشار السريع. وهذه سبق أن شاركت في مهمات الناتو في أفغانستان وكوسوفو، وتعتبر رأس حربة للجيش التشيكي التي ستنضم إلى الفرقة المدرعة العاشرة الألمانية. وتسير تشيك ورومانيا على خطى كتيبتين هولنديتين سبقتهما إلى الالتحاق بقوات الرد السريع الألمانية، واندمجت في الفرقة المدرعة الأولى في الجيش الألماني. فالحكومة الألمانية تشير إلى أنها ترغب في المضي قدما في الاندماج الأوروبي العسكري. واقترح جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية فكرة جيش أوروبي، ولكنه لم يلقى أذنا صاغية تارة وقوبل بالسخرية تارة أخرى. والمواقف هذه على حالها في وقت أن بريطانيا، وهي من أبرز معارضي المشروع هذا، تعد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. والإجماع هش بين القوى الأوروبية على شكل مثل هذه القوى الدفاعية المشتركة ومشاركة القوات المسلحة الوطنية فيها. وفي أذار مارس المنصرم أنشأ الاتحاد الأوروبي مقرا للقوات الأوروبية المشتركة، ولكن صلاحياته تقتصر على تدريبات في الصومال ومالي وجمهورية وسط إفريقيا. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف تقريرا كتبته هاريت ألكساندر تقول فيه إن الموسيقي الحاصل على جائزة نوبل للأدب بوب ديلان متهم بسرقة مقاطع من كتاب مدرسي ضمها في خطابه الذي ألقاه في حفل تسلمه الجائزة. كان ديلان أول موسيقي يحصل على جائزة نوبل للأدب، وألقى محاضرة يوم الرابع من يونيو حزيران في الأكاديمية السويدية ليحصل على قيمة الجائزة وهي 900,000 دولار أمريكي. وقد منح ديلان الجائزة في أكتوبر تشرين الأول، لكنه رفض حضور التسليم وألقى محاضرة فيها مدتها 26 دقيقة ذكر فيها أنه تأثر في حياته بكتب معينة رسخت في ذهنه
رسخت في ذهنه منذ أن كان في المدرسة، من بينها 3 كتب، وتحدث عن أوديسا هوميروس وكتاب إريك ماريا ريماك وروايته كل شيء هادئ على الجبهة الغربية ورواية موبي ديك ومؤلف هيرمان ميلفيل. ووصفت الأمينة العامة للأكاديمية سارة دانيوس خطاب ديلان بأنه جميل ومتكامل بلاغيا. تقول هاريت: إن الشكوك تحوم الآن بشأن المقاطع التي تحدث فيها ديلان عن موبي ديك بأنها مسروقة من كاتب سبارك نوتس، وهو معد لمساعدة الطلبة على المراجعة. فالمقتبسات التي نسبها للكاتب الأمريكي هيرمان ميلفيل لا وجود لها في الرواية التي صدرت عام 1851، بل هي من ملخصات كتاب سبارك نوتس. أطلقت كوريا الشمالية سراح الطالب الأمريكي أوتو وارنبر بحسب تصريح لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وما نشرته شبكة البي بي سي. وحكم على وارنبر في مارس 2016 بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بسبب محاولته سرقة شعار دعائي من أحد الفنادق. وقال تيلرسون: إن وارنبر البالغ من العمر 22 عاما في طريق عودته إلى الولايات المتحدة والانضمام إلى عائلته في ولاية أوهايو، صحيفة واشنطن بوست نقلت عن والده فريد قوله: إن ابنه أطلق سراحه لأسباب طبية إذ أفرج عنه وهو في حالة غيبوبة، حيث أبلغ بأنه أصيب بحالة تسمم غذائي بعد محاكمته قبل 15 شهرا ولا يزال في غيبوبة منذ ذلك الوقت. وقد سافر أوتو وارنبير الذي درس الاقتصاد في جامعة فرجينيا إلى كوريا الشمالية سائحا مع شركة خاصة، وقبض عليه ثم شوهد بعد ذلك في مقابلة تلفزيونية وهو يعترف بأنه حكم بسبب محاولته سرقة شعار سياسي من منطقة الموظفين. وعقب محاكمة قصيرة في 16 من مارس حكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما بسبب الجريمة التي ارتكبها ضد الدولة. وصايا الهيمنة من فتح نابليون إلى فوضى ترامب، تحت هذا العنوان كتب أستاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية مهند مبيضين مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد، وقال في أجزاء من مقاله: ثمة دور أساسي للولايات المتحدة في إفساد العالم، ليس ذلك هدفا منوطا فقط بالقادة أو العسكر، بل ثمة من يعينهم من أهل الفكر والبحث، ولنا في تجربة جورج بوش الابن وصعود المحافظين الجدد دليل. فمنذ عام 1992 وتوقعات فرانسيس فوكوياما ووصايا برنارد لويس تحضر وتغيب كلما فكرنا أو سألنا عن خريطة الشرق الأوسط المستقبلية، ولنتذكر أن أطروحات فوكوياما عن نهاية التاريخ وكذلك أفكار برنارد لويس بشأن الإسلام والشرق كانت الدليل العلمي للسياسات المحافظين الجدد في الشرق الأوسط. وقد صدرت أفكار فوكوياما متزامنة مع تصاعد أفكار سامويل هينغتون ومقالته صدام الحضارات. وبعد 3 أعوام على نهاية التاريخ أصدر فوكوياما كتابه الثقة عام 1995، ودرس فيه معايير القوة الاجتماعية التي تجعل المجتمعات مستمرة في وقت يندب فيه الناس فقدان جوهرهم الديني والأخلاقي، ما يجعله أكثر خوفاً. وبعد 4 سنوات على صدور الثقة صدر كتابه الانفصام العظيم عام 1999، الذي عاين فيه السبب الذي أدى إلى فشل الحركات الاجتماعية الراديكالية في عقد الستينات. وبدأ فوكوياما الألفية الثالثة في كتابه الرابع مستقبلنا ما بعد البشري الصادر عام 2002، وطالب فيه بفرض قيود قانونية على البحوث الوراثية. ويبدو أن هذا المطلب وجد في فوكوياما خير متلقٍ، حيث سعى إلى التأثير بأفكاره على صانع القرار الأمريكي بشكل مباشر، ولم يكن ذلك من خلال مقالته وحسب، بل عبر مقارناته التي أجراها بين مارتن لوثر وأسامة بن لادن، وتحذيراته الخاصة بالجيل الثاني من مسلمي أوروبا، وسؤال الهوية وإحساسهم بكيانهم وخصوصيتهم الثقافية.
وصلنا إلى ختام كشك الصحافة، وأترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.